خالد شاب يختصر حكاية الشباب السوري الذي استطاع أن يتغلب على كل أهوال زمن بصموده وإرادته ليصبح مثالا لكل من عرفه بأن الإرادة أقوى من كل شيء. تعرضت لحادث سير من 14 سنة تقريبا، أدى لشلل إيدي اليمين، وصار ببداية الحادث صار عندي نزيف على الشبكية، نزيف بالدماغ، والحمد لله على العلاج مش الحال، بس الإيد ما رجعت. ورحت توظفت، فلقيت الوظيفة ما بتساعد ولا بتعيش، لجأت أنه صرت أدور على شغلة أنه تساعدني تدعمني بالمعيشة، فلقيت حالي أنه لازم أرجع لمصلحتي. مصلحتي صعبة، بس أنه كمان ظروف الحياة أصعب وراتب الوظيفة ما بيكفي شيء. صممت أنه لازم أرجع لمصلحتي، واشتغلت، رجعت المصلحة والحمد لله رب العالمين عني، واشتغلت وفرجات فتحت محلي. أصدقاء خالد وزملائه حدثونا عنه فاستحق وبجدارة لقب الرجل الجبار الذي لقبوه به من خلال إصراره وانتصاره وإرادته القوية. خالد الحقيقة من الشباب المميزين، يعني خصوصا نحن صلنا جيران، نحن وياه قريب 12 سنة هون بالمنطقة الصناعية. صاحب ذمي محترم، شاب تعيب على رزق الحلال بالفعل. يعني نتذكرش مرة جينا على محله إلا ما أخلاق عالية، سمعته طيبة، بيشتغل بضمير، بكد على عياله. معتمد على حاله وقد حاله وشغلته حلوة، ومقولوش غير الله يعطيه العافية. ونحن مسبيين هون، نحن زباينه من 12 سنة لخالد مش من اليوم، وأصدقاء بنفس الوقت، ومنشجع لخالد ومنشجع كل شاب مثل خالد. هذا النموذج الحلو عن الشاب السوري وعن كفاحه اللي كافي حاله كافي بيته ومش عم يضطر لأي أسلوب ثاني، وهو المثل الصحيح للشاب السوري. نحن ما بنشعر بإعاقته، نحن كأصدقاء كجيران كناس منجي منصلح عنده ما بنشعر بإعاقته، بالعكس، لأنه مميز بعمله، يعني إنسان مكافح بكل معنى الكلمة. يعني إعاقته مش مسوية حاجز بشغله أبدا، نهائيا. خالد مثال للكل، لأي حدا أنه يقاوم حياته ويشتغل ويكون عنده هالتصميم القوي. الحياة بدها إرادة، فأنا بحب أزرع بأسرتي وبأبنائي الإرادة فقط والصدق والأمانة، هذول لازم نزرعوا، هذول بكل طفل بربيه الواحد، ابنه بربيه، لازم نزرع فيه الصدق والأمانة. بإيد وحدي وبإيد يسار وقادر يسوي كل هالشيء. خالد من أحد الشباب السوريين اللي بالفعل أثبت قوة وأثبت جدارة. هنا استطاع خالد أن ينتصر على إعاقته، هنا استطاع أن يثبت أن الإرادة أقوى من كل شيء، هنا تعجز الكلمات عن وصف الإرادة وحب الحياة. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.